هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت حان لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي الذي تم إغلاقه بسبب تفشي وباء كورونا. خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أوضح ترامب أنه أمر باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد، وهذا الإجراء يعود لحكام الولايات، مشيرا إلى أن إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل ولاية تلو الأخرى وعلى أساس معطيات يمكن التحقق منها لتفادي موجة جديدة من تفشي الفيروس. وقال الرئيس الأمريكي إنه استنادا إلى إحداث المعطيات يتفق فريق خبراء لدينا الآن على القول أنه يمكننا البدء في المرحلة المقبلة من حربنا هذه، والتي نطلق عليها إعادة تشغيل أمريكا. من جانبه أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك جون ويليامز، أكد أن اقتصاد الولايات المتحدة يحتاج إلى سنة أو سنتين وربما أكثر للتعافي من تداعيات تفشي وباء كورونا.